شو المفهوم تبعه للقداس الإلهي بحياتنا الروحية. اللقاء الأخير اللي كان عندنا هذاك الأسبوع كان لقاء كتير حلو، كان عن شرح خدمتين اللي هن خدمة الكيرون سميناها وأخذ البركة الروحية مع تقدير الأيقونات، والخدمة الثانية هي ارتداء الملابس الكهنوتية، وشرحنا عن كل قطعة بهاي الملابس تبعت الكاهن لشو بترمز من ناحية روحية. اليوم احنا رح نستمر بكمان خدمة يلي بيعملها الكاهن لحاله بالكنيسة قبل ما توصل الناس على الكنيسة، بتتم الصبح، واللي هي تحضير الحمل احنا بنسميه، يلي بنتناول منه واللي بتتم فيه عملية الاستحالة، واللي بيتحول لجسد ودم يسوع المسيح في القداس الإلهي. يعني الموضوع مش موضوع إنه منقطع القربانة ومنحطها بالصينية وخلصت خلص الفيلم، لا، هو الموضوع أرقى من هيك وموضوع أكبر من هيك، في له معاني، في له مغازي روحي. إحنا قلنا إنه كل القداس الإلهي إذا بتتذكروا هو عبارة عن عملية حياة تبعت يسوع المسيح من لحظة التجسد الإلهي لحد لحظة العنصرة. كل هذا إحنا من شكله مع بعض بيوم الأحد في خدمة القداس الإلهي. بس القداس الإلهي ما بيبدأ بمباركة مملكة الآب، وبيبدأ قبل هيك في عملية ترتيب وتهيئة القرابين أو القداس اللي إحنا بنسميها يلي منها إحنا بنتناول. فقبل ما نفوت في شو بيعمل الكاهن في هالقربانة هاي الموجودة هون، في عنا طبعا بعض الأواني المقدسة لازم نتعرف عليها. الخدمة هاي بتتم على المذبح، والمذبح موجود بالجهة الشمالية طبعا في الكنيسة. هو يختلف عن المائدة المقدسة يلي موجودة في وسط الكنيسة. المذبح بيكون منزوي لحاله بزاوية معينة، بيكون الطاولة تبعته هي أصغر من المائدة. أوكي؟ في سبب لهذا الإشي اللي هو المذبح بيرمز لتجسد يسوع المسيح، وتجسد يسوع المسيح كان في بيت لحم، وبيت لحم كانت عبارة عن قرية صغيرة بجوار مدينة أورشليم. عشان إيه؟ إحنا على المذبح في عنا أيقونة البلاد بتكون موجودة دائماً، وقدامها بيكون قنديل زيت. وبالإضافة لأيقونة الميلاد في كمان أيقونة الختن أو يسوع المسيح وهو بالقبر كمان بتنحط هناك. هسه بنشوف الرمز. إذن الرمز الأول للمذبح هو مغارة يلي حصل فيها عملية التجسد الإلهي وولادة المخلص لهذا العالم. وبتكون كمان مرة صغيرة الشكل، موضوعة في جانب الكنيسة في جانب الهيكل، كرمز من رموز التواضع تبعت مجيء يسوع المسيح.
بيكون في عندنا الصليب، أيقونة الميلاد، شمعة، أنديل زيت، وإذا في أيقونات تانية بتنحط بالإضافة للأواني المقدسة. في عندنا بالخدمة القداس الإلهية في عندنا أنيتين هن كتير مهمات. في عندنا الصنيعة والكأس. أوكي؟ هدول الأواني إحنا بنسميه الأواني المقدسة. بيختلفوا عن باقي الأواني الأخرى الموجودة في الكنيسة. فقط هدول هن المقدسات أكثر إشي. في سبب. هدول الأواني لما إحنا نشتريهن ونجيبن على الكنيسة، الأسقف المطران البطريرك لازم يروحوا لعنده بالأول الأواني، وبتم مسحهم بالميمون المقدس كنعمة لحلول الروح القدس على هاي الأواني. طبعا الأواني اختلفت عبر العصور. بالأول كانوا يستعملوا خشب، كانوا يستعملوا نحاس، طبعا حسب كل عصر والتطور تبعه. اليوم طبعا عندنا شكل المطلي باللون الذهبي، في أواني طبعا ذهبية، في أواني كتير غالية، في أواني رخيصة. طبعا احنا مزبوط اذا واحد بيجي بيقول ليش بنستعمل اواني كتير غالية اللي بتكلف مثلا الاف الدولارات مثلا في بعض الكنائس الكبيرة، بينما في كنائس تانية اللي ممكن تكلف اشي بسيط. يعني احنا بنقول كله نفس الاشي بالاخر. المهم المعنى تبع هالصنية وهالكاس يلي فيهن ربنا يسوع المسيح بيكون حاضر وبقدس هاي الأواني. أوكي؟ فإذا في كنائس مقتدرة ومعها مصاري بتجيب غالي، وإذا في كنائس غير مقتدرة فبترضى زي ما بقولوا بالموجود. الكاس في عليه بيكون أيقونات زي ما أنتوا هون شايفين. في أيقونات، في إن أيقونة يسوع المسيح، أيقونة العذراء، يوحنا المعمدان، وعندنا هون الصليب، اللي هن الأيقونات اللي موجودة بتكون أغلبها وين؟ على الحائط اللي شرحنا عليه، ما عدا أيقونة شفيع الكنيسة، بنستبدلها إحنا بالصليب. ومن تحت هون بيكون عندنا أربع أيقونات للإنجيليين، متى، مرقس، لوقا، ويوحنا. الصنية تختلف شوي. الصنية البطن تبعها الموجود هون هو عليه أيقونة العذراء. في عليه أيقونة العذراء، انتم مش شايفينها شوي لانه بتلمع او كذا، بس انا بقول عليها أيقونة العذراء. وفي داخل احشاء العذراء في يسوع المسيح، وهي الصنية بترمز للسماء، وتتوسط السماء العذراء ويسوع المسيح. عشان هيك احنا بنشوفها مستوية الشكل زي قبة، زي قبة السماء. لأنه قلنا في حلقات سابقة إنه يسوع المسيح يلي هو الخبز النازل من السماء لازم يضل عايش بالسماء. وقلنا إنه المائدة المقدسة والصنية هي ترمز للسماء يلي موجود عليها مين؟ يسوع المسيح. فهدول الأنيتين المقدسات إحنا منحافظ عليهن كتير في الكنيسة. ممنوع طبعاً حدا يمسكهن غير الكاهن أو الشماس يلي منتدب لهاي الخدمة، لسبب إنهن ممسوحين في الميمون المقدس، ونعمة الروح القدس بتحل عليهن وقت القداس الإلهي. بالإضافة في عنا النجم، هذا بنسميه احنا النجم يلي بنغطي فيه طبعا الحمال. هسه بنشوف طبعا الخدمه تبعته. عندنا كلنا بنعرف المعلقه يلي احنا بنتناول فيها، وفي عندنا الحربي. طبعا في عده احجام للحربي حسب كل وحدة والنوع تبعها. إذا القربان خميلي نستعمل الكبير، هاي زي السكينة ماضي، وللنحت
مثلاً وذكر الأحياء والأموات بنستعمل الصغيرة. طبعاً مش كل الكنائس في عندها الثلاث أحجام، في بعض الكنائس اللي عندها بس واحدة بتكون اللي تستعمل لكل إشي، فهذا مش إشي فرض إنه يكون عندها الثلاث أحجام. بس الحربة هي ترمز طبعاً من الاسم تبعها للحربة اللي طعن فيها يسوع المسيح، وإحنا رح نشوف استعمال هالحربة بالضبط لما نيجي للقداس. بالإضافة في عنا ثلاث أغطية، في ثلاث أغطية اللي إحنا بنغطي فيها الكاس والصينية طبعاً، هذا واحد، وعندنا هذا الثاني بيكون كلهم بيكونوا مزخرفات، وإذا بتلاحظوا عليهم قطف عنب، أوكي، لأنه يسوع المسيح قال أنا الكرمة الحقانية وأنتم الأغصان، فهي رمز ليسوع المسيح. والأخير هو بيكون طبعاً الكبير اللي إحنا بنسميه الستر، يلي فيه إحنا بنغطي كل القرابين على المذبح، وبنرفع الستر عن القرابين لما نقول أؤمن بإله واحد. بعد الدورة إحنا بنرفع هذا الستر. طبعا إحنا رح نيجي لكل وحدة وحدة بالضبط شو بنقول عليها وكيف بنستعملها. القداسي، القداسي طبعا مش كل قداس بنفع احنا نستعمله لنأخذ منه الحمل، اوكي. مرات طبعا اليوم ما بعرف اغلب الكهنه بيعرفوا يعملوا هاي القداسي، او في ناس اللي بتعرف تعمل هاي القداسي، بس طبعا في البعض اللي ما عنده القداسي هاي الخاصه بيستعمل القداس البلدي اللي انتم بتجيبوه، بس احنا بنفضلش. ليش؟ القداس البلدي فيه مكونات اضافيه تختلف عن هاي، اللي هي المظاهر، الطعم المستكى، الطعم الذكي، هاي ما فيها شيء. هاي نعملها بالبيت طبعا، اللي بنحط فيها بس طحين، طحين قمح، ممكن طحين ابيض كمان او خلط بين القمح والابيض، شويه ملح لأنه قال يسوع المسيح أنتم ملح الأرض، ومي وخميرة. هلا خميرة كمان في الأديرة بيستعمل خميرة طبيعية، هلا يا ريت لو حدا بيقدر يجيب لنا خميرة طبيعية بتكون كمان طعمتها على حموضة. أنا جربت أعمل خميرة طبيعية وما زبطش معي، فبنقدر نستعمل الخميرة الاصطناعية البودرة هاي كمان. فليش احنا بنحطش فيها اشي هاي العجينة؟ لأنه القداسة هاي ترمز ليسوع المسيح، ويسوع المسيح هو المعصوم عن الخطيئة، ما فيهوش خطيئة، فعشان هيك احنا بنفضل ما نحطش فيها مكونات إضافية، منخليها خالي من كل شيء اللي ترمز لحالة الطهارة تبعت يسوع المسيح. طبعا عندنا الطابع تبعها، طوابع أحجام. القداسة هاي مقسمة لعدة أقسام. هلا كمان شوي أنتم بتيجوا لهون وبتشوفوها عن قريب. طبعا في عندنا بالوسط بيكون الحمل اللي هو الجوهرة اللي احنا بناخدها، في عنا هون مثلث يلي يرمز للعذراء، في عنا هون تسع مثلثات صغار، لسه كله احنا بنحكي عنه بالتفصيل وحدة وحدة. فهي هي طبعا بالاضافة بالاخر عنا المبخرة يلي بنستعملها عشان نغطي فيها الأغطية والنجم، وبننهي هيك عملية الذبيحة. إذا بتشوفوا معاكم بالكتاب، بعد ما الكاهن يأخذ الكيرون ويلبس الأواعي الكهنوتية الكاملة تبعته، بيتجه ويغسل إيديه زي ما قلنا، بيروح على المذبح. يجب على الكاهن أن يكون طاهر النفس
والجسد. بصير شيء الواحد يقدم ذبيحة ويعمل ذبيحة حتى من الناس. بصيرش أنت تيجي تقدم قربان وقداس على الكنيسة وأنت متخاصم مع حدا من الناس. فقال يسوع المسيح ذشر قربانك روح تصالح بعدين ارجع. فعشان هيك والكاهن اللي هو بده يعمل هذا السر المقدس لازم يكون كمان طائر من ناحية نفسية، يعني متصالح مع الكل، وأيضا من ناحية جسدية. قلناها وشرحناها شو لازم يعمل الكاهن في الليلة التي تسبق القداس إليها. أول قربانية بيقولها الكاهن قبل ما يبدأ بعملية الشغل: استعدي يا بيت لحم. إذا إحنا عم نحكي عن إيش؟ عن المخارم. إحنا نحكي عن بيت لحم، نحكي عن مرحلة التجسد. فقد فتحت عدن للجميع. عدن مقصود فيها ملكوت السماوات بتجسد يسوع المسيح يلي هو أصبح حلقة الوصل بين الأرض وبين السماء. على الصليب تم الفداء. تهيأ يا إفراثة. يا إفراثة طبعاً كمان هي مكتوبة بنبوءات عن يسوع المسيح إنه رح يجي من حد بيت لحم. بيت لحم وعندنا نحسب بغادي إفراثة. أنت يا بيت لحم إفراثة. إفراثة عندنا أنا أقول عدن. إحنا نقول عدن. أورشليم. أورشليم إحنا بنقول العلوية، يعني ملكوت السماوات. إفراثة هي صوت من الأصباط. لا 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 لا. تهيئ يا إفراثة. هي نبوءة عن يسوع المسيح بنقول وقت عيد الميلاد. بيت لحم إفراثة وباحة. أنت يا بيت لحم. إفراثة صحيح. ليت دست الصورة أما اليهود بدي عمروا محال بيت لحم درشة عمروا مرة مظبوط. لأن عود الحياة قد أظهر في المغارة من البتول، لأن بطنها ظهر فردوسا عقليا فيه الغرس الإلهي الذي إذ نأكل منه نحيا ولا نموت مثل آدم. المسيح يولد منهضا الصورة التي سقطت منذ القديم. إذا إحنا بنحكي هون على تجسد الإلهي، على دور العذراء، على دور يسوع المسيح يلي هو أنهض آدم الساقط، أنهض الخطيئة، مسك الخطيئة، داس الموت بالموت ووهب الحياة للجميع. كل تمويل في مرحلة التجسد، في مرحلة الميلاد، في مغارة بيت لحم. عشان هيك المذبح بالنسبة إلنا هو المغارة، هو مغارة بيت لحم. بعدين يسجد الكاهن ثلاث سجدات: يا الله اغفر لي أنا الخاطئ. وبقول كمان قربانية صغيرة. هلا شو بيجي بيعمل الكاهن؟ بيمسك القداسة وبيمسك الحربة، تنتين هيك فوق بعض، بيمسكهن وبيرفعهن فوق راسه، بيرفعهن فوق راسه وبيقول: اشتريتنا من لعنة الناموس بدمك الكريم لما سمرت على الصليب، ولما طعنت جنب طعنت بحربة أنبعت للبشر الخلود، فيا مخلص المجد لك. تبارك إلهنا، بيرسم فيهن إشارة الصليب: تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين أمين. اشتريتنا من لعنة الناموس. إحنا بنبدأ بشكل فعلي بهاي المرحلة بسرد قصة يسوع المسيح من يوم ما التجسد والولادة إلى يوم ما علق على خشبة الصليب من جسدها بشكل فعلي عن طريق القداسة. بشكل فعلي، يعني مش إنه بس نحكي القصة بشكل روحي أو كوعظة روحية أو كقراءة، لا، نبدأ نعمل عملية تجسيد. فالقربان القداسي بتجسد يسوع المسيح، فمنقول له: اشتريتنا من لعنة الناموس بدمك الكريم. والدم الكريم سفك وين؟ على خشبة الصليب. لما سمرت على الصليب
ولما طعنت بحربة، هون مهمة هاي، لما طعن جنب يسوع المسيح بحربة، المسيح كان قد فارق الحياة، كان ميت مظبوط؟ شو طلع من جنب المسيح؟ دم وماء. وقلنا إنه الدم والماء يرمز لسرين مقدسين في الكنيسة، الأول هو المعمودية الماء، والثاني سر الشكر الدم. وهذا تم وانت لما يسوع المسيح، مش قبل الموت إنما بعد الموت. إذا لما طعنت بحربة أنبعت للبشر الخلود. وإحنا شو بنقول؟ يناول عبد الله جسد ودم ربنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا ولحياة أبدية. حياة أبدية يعني الخلود، مش الحياة الأبدية الوقتية اللي هي على الأرض. إحنا ما منتطلع شو في على الأرض. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، مظبوط؟ شو قال يسوع المسيح لما صعد إلى السماوات؟ وسأعد لكم منازل هناك. إذا إحنا الخلود تبعنا هو خلود الروح، الخلود البقاء بشركة كاملة مع يسوع المسيح. هيك إحنا منفوت في عملية الخلود. فيا مخلص المجد لك، بعدين منبارك اسم الله، تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. بهذه المرحلة بيبدأ الكاهن بشكل فعلي في سرد قصة الخلاص بواسطة القداس. يلا رح نعمله إسا، احنا رح نيجي لهون كلنا، أوكي؟ رح نبدأ نشرح جزء جزء كيف الكاهن بيشتغل في القداس عشان انتوا كمان تشوفوها، ونشرح الأقسام يلي موجودة هون واللي انتوا ما شفتوهاش عن بعيد، عن قريب أظن بتكون أسهل. إذا احنا بنبدأ لا في كاميرا. احنا بنبدا قلنا انه بنرفع احنا الحربة وبنقول تبارك الهنا كل حين الان وكل ان والى دهر الداهرين امين. زي ما انتم شايفين هون في عنا اسم فرجيك كل اللغات، في عنا هذا الجزء المربع مكتوب عليه احرف باليوناني اللي هي يسوع المسيح الغالب، اوكي؟ في عنا كمان واحد فوق وكمان واحد تحت، إذا بتشوفوه واحد فوق هذا اللي بالنص، في واحد فوق وواحد تحت. هذا عندنا هون الحمل الوسطاني، في واحد كمان فوق واحد تحت. ليش بحطوا ثلاثة؟ لخوف عن وقت الخبيث أو وقت الحمل هذا يكون خربان مكسور أو كذا، فإحنا بناخذ واحد احتياط، بحطوا لنا واحد احتياط. فمكتوب هون يسوع المسيح هو الغالب. فإحنا بنبدأ نقول ليسوع المسيح برسم إشارة صليب لتذكار ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. إلى الرب نطلب لتذكار ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لتذكار ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ثلاث مرات. إذا إحنا منفوت في عملية تذكارية للأحداث الخلاصية يلي حصلت مع يسوع المسيح. بعدين بناخذ الايات يلي قالها اشعياء النبي عن ايش؟ عن يسوع المسيح، عن الامه. فاحنا هدفنا بالاخر نطلع شو؟ نطلع الحمل الوسطاني ونحطه هون. فكيف بنطلعه؟ فبنبدا عندنا نقسم الجهه الشمال، ومنقول على جهه الشمال لما نقسمها بلاش نمسكه هذا، بنقول مثل شاتن سيقى إلى الذبح. إذا إحنا بنحكي عن شو؟ عن نبوءات يسوع. مش إحنا بنقول إنه هذا هو حمل الله الرافع خطيئة العالم؟ إذا بنقول مثل شاتن سيقى إلى الذبح، نيجي على الثاني وكحمل بريء من العيب صامتا أمام الذي يجزه لم يفتح فاه، نيجي لهم بتواضعه ألغي قضاءه وأما جيله فمن يصفه. هيك إحنا قسمنا. هلأ إذا بنيجي إحنا على المعنى لكل واحدة من هدول الأربع آيات يلي قالهن أشعياء النبي،
أول إشي مثل شاة يساق إلى الذبح. إذا إحنا بمرحلة يلي عم نستذكر ألام يسوع المسيح الخلاصي، أوكي، يلي هو أغلب مرحلة الألام تبعته كان صامت، مظبوط، لم يفتح فاه، يلطم، يبصع، يضرب، بس كان في عنده حوار صغير مع مين؟ مع بيلاطس، أوكي، حتى مع المجمع قالوا له هل أنت المسيح؟ قال لهم أنتم تقولون. إذن أغلب الوقت كان إيش؟ ساكت. هو قال لنا، قالنا لو أنا بدي أحاربكم كنت جبت جنود من الملائكة من فوق، مظبوط؟ إذن هو كان بحالة صمت. وكحمل بريء من العيب صامت أمام الذي لا يجزه هكذا لم يفتح فاه. وانتبهوا، كحمل بريء. شو كانت العادة عند اليهود؟ كانوا يقدموا الحمل الصغير. هلا الحمل بالنسبة إلنا يسوع المسيح هو المعصوم عن الخطيئة، يلي بعد ما فيش عند فيش إله خطيئة، طاهر. فبالحمل تم الفصح اليهودي. كانوا يأخذوا الحمل، يذبحوا الحمل، يذبحوا بالمذبح، والمحرقة الدخان تبع هذا الحمل كان يصعد ذبيحة لله. هيك كان يقولنا العهد القديم. فبالنسبة لنا الحمل الحقيقي هو يسوع المسيح يلي ذبح وين؟ على الصليب. وين؟ في يوم الفصح المقدس تبع اليهود. فأصبح الحمل الرمزي هو الحمل الناموسي تبع العهد القديم مستبدل بمين؟ يسوع. بيسوع المسيح الحمل يلي هو على الصليب. بتواضعه ألغي قضاؤه. تواضع يسوع المسيح، تواضع يسوع المسيح بدي منين؟ بدي من لحظة التجسد، من حياته مع العذراء ومع يوسف. بدي تواضع المسيح مع الرسل حتى على الصليب، وهو على الصليب شو أجا قالهن؟ اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعرفون ما يعظون. هون تواضع يسوع المسيح. والآية الأخيرة، وأما جيله فمن يصفه؟ جيله المقصود فيه نفسه، يعني هو الإنسان الوحيد الغريب العجيب يلي انوجد على هاي الأرض. فيش حدا واحد زيه، كل الناس بتطب بهاي الشخصية يسوع المسيح يلي كانت موجودة تجترح المعجزات. والمسيحيين إحنا قلنا أنه قام من بين الأموات. إذن هو الإنسان الغريب العجيب يلي ما فيش إنسان بيقدر يوصف هاي المحبة، محبة التنازل تبعت يسوع المسيح من السماء إلى الأرض. إذن إحنا هيك عملنا، قسمنا هذا الحمل لأربع أقسام. طبعا بعدين إحنا بنقدر نكملها هيك شوي عشان يكون أسهل لإلنا نرفع الحمل. طبعا كتير مهم إن القداسة هاي لما تنعمل بتنعمل من طبقتين، هني بشين بينات هون، بس في هون عنا فاصل صغير موجود. طبقتين، طبقة بتكون السمك تبعها صغير وطبقة خميلي، كناية عن طبيعتين يسوع المسيح الإنسانية والإلهية. فعشان هيك إحنا كمان بتسهل عملية الشطر في الحربة، فإحنا بناخد الفاصل تبعها هاي ومن قيم هذا الجزء. إحنا هذا ما بنستعمله إسا، بنشيله على جنب. طبعاً هون إسا بنيجي إحنا هذا صار مقسوم. إسا شو بيجي بقول الخوري بهاي الحالة؟ لأن حياته ترفع من الأرض. نمسك هذا طبعاً ونرفعه شوي شوي عشان مقسوم تعمل هاي الأشياء. أبونا بكونش حدا عم بيصلي لحالك إمبلا، أو بكون قبل القداس أو خلال السحر، لأن حياته ترفع عن الأرض. وين تتم عملية رفع يسوع المسيح؟ أو لما رفع وين؟ على عود الصليب. والأصح إحنا بنحكي على عود الصليب، لأنه إحنا عم نحكي إسا مرحلة ألام يسوع المسيح، لأن حياته ترفع على الأرض. منجيبها على نص الصينية ومنقلبها هيك. هلا ليه منقلبها؟ لأنه شو بنجي منه؟ يذبح حمل الله الرافع خطيئة العالم من أجل حياة العالم. بمسك الكاهن الحربي وبذبح. في قديس
بيقول انه في اول يوم لإله لما عمل الذبيحة المقدسة وعم بيقول يذبح، راح عند الأسقف قال له اعفيني من الكهنوت انا مش غاضب. فاحنا هون بنمثل بشكل حقيقي، لانه لولا عملية الصلب ولولا الاستحالة اللي بتتم عندنا بالقداس الالهي، معناته احنا قلنا بنتناول بالاخر شو؟ خبز ومبيد. فاحنا لازم نعمل بالضبط شو صار مع يسوع المسيح. اذا يذبح، احنا بنذبح، بعدين شو بيجي بنقول؟ بنقلبه هيك شوي وبنعمل شكل الصليب الثاني. بصلبك ايها المسيح قد نقضت عبودية المال وديسا قوة العدو، فانه لم يخلصنا ملاك ولا انسان، بل انت يا رب نفسك فالمجد لك. اذا احنا بنحكي، بعدين نرجع طبعا بنقلبه هيك وبنحطه زي ما هو. اوكي، ممكن نضبطه شوي عشان بنحطه وين؟ في وسط الصليب. اذا بصلبك ايها المسيح قد نقضت عبودية المارد. عبودية المارد مين؟ ابليس. اوكي، شو بقول بولس الرسول عن ابليس في 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 وقت الصليب؟ وسحق ابليس. اوكي، اين امخالك وتقيد بالقيود الحديديه؟ ونحن نقول وداس الموت بالموت، يعني داس على مين؟ على ابليس. كله تم وين؟ بالصليب. اذا احنا عم نعمل هسه عمليه الصلب. وديست قوه العدو، فانه لم يخلصنا ملاك ولا انسان، بل انت يا رب نفسك فالمجد لك. اذا الخلاص تم عن مين؟ عند يسوع المسيح. الملاك بيخلصش، الانسان بيخلصش، اللي بيخلص الوحيد هو فقط يسوع المسيح. بعدين نيجي لعمليه خلصنا الصلب، شو صار بعد الصلب؟ هو لما مات قلنا طعن. اذا بيجي بالكاهن بياخذ الحربه هاي وبيطعن هون جنب يسوع المسيح بالضبط. شو بقول؟ وان واحد من الجن طعن جنبه بحربه، فخرج للبطن دم وماء. بعدين شو بيجي بيعمل؟ لحظه شوي بس ابو عاطف، لحظه شوي. بيجي بعدين شو بيعمل الكاهن؟ بياخذ قاروره الانبيد، بياخذ قاروره الانبيد وقاروره المي، وبكفت انبيد ومي وين؟ بقلب الكاس. بقلب الكاس بنحط شويه انبيد، بنكتر الانبيد وشويه مي، كنايه عن ايش؟ عن الدم والماء يلي خرج بعد عمليه ايش؟ بعد عمليه الطعن. اوكي، اذا ان واحد من الجندي طعن جنبه بحق في الفريد الوقت دم وماء، والذي عاين شهد وشهادته حق. بعدين الخوري ببارك المي والانبيد وبغطي مبارك اتحاد قدساتك الان وكل ان دهر الدهرين، بنغطيها هيك عشان نضمن انه طبعا خلال فتره الصلاه السحر كلها ما يقعش شيء بقلب الكاس، ما يجيش غبره. فاحنا بنغطي الانبيد والمي، بعدها مش دم، هي بالنسبه لنا هي بعدها انبيد ومي بالضبط. فهاي احنا خلصنا المرحله الاولى يلي هي الانبيد والمي. هنا لا حتى مي سخنه، مش مي سخنه، مي عادي هسه بنحط احنا مي السخنه بعدين. لا لا، مي السخنه بعدين. مي السخنه احنا بنحطها وقت القداس. اوكي، قبل المناول لما نوصل لغادي بنشرح ليش بنحط غاد. لا حاليا احنا بنحط مي عاديه، شويه مي صغيره وكثير من النبيذ. اذا كان عندك يعني ناس كثير بكفي حمل واحد، هذا بطعم منيح. لا يعني بقول انه لا، هذا بكفي مرات. انا لا مش عنيني، بعمل عندي قالب اكبر اللي بعطيني الحمل تقريبا هالقد كبير، اللي بستعمل كمان كاس اكبر. اوكي، بعدين القداس بالظبط. في صغيره في مهمه هاي جدا. احنا بنهتم دائما انه القسم السفلي من القداسي ما نشرطوش في الحربه، لانه هذا بيمثل احشاء العذراء. اوكي، بنخليه سالم وسليم. بعدين طبعا بعد ما نخلص بنقسم القداس وبتناول منه، باخذ منه باقي الناس. الجزء الثاني المهم يلي هو موجود في القداس، في عندنا هون اشاره المثلث، شايفينه هذا اللي هون؟ هذا اشاره المثلث. المثلث هذا اللي هون، شايفينه وراي؟
في بالكتاب عندكم رسمي كمان. ايوه بالضبط. في إشارة المثلث، هذا المثلث برمز للعذراء. احنا بنقول انه اثناء الرقاد والدة الاله صعدت لوين؟ الى السماء بالجسد، وهي موجودة بجانب مين؟ يسوع المسيح. بس قلنا هي ليست المخلصة، الخلاص من مين؟ يسوع. هي ملكة السماء والأرض، هي الأرفع من الشيروبيم والأكرم من السيرافيم، أوكي؟ هي الشفيعة المؤتمنة. البتك يا وصفوا العذراء ما عدا عملية إيش؟ عملية الخلق. إذا نيجي بنقول هيك، نعمل المثلث صغير هون لوالدة الإله لتذكار لإكرام وتذكار سيدتنا المجيدة والدة الإله الفائقة البركات الدائمة البتولية مريم، التي بشفاعاتها يا رب اقبل هذه الذبيحة على مذبحك السماوي. إذا إحنا نطلب بمعونة مين؟ شفاعات العذراء. نأخذ هذا الجزء، وكتير هون مهم. إحنا هذا قلنا مين برمز؟ يسوع المسيح. العذراء ممنوع تيجي قدام يسوع المسيح، العذراء بتمشي بشكل من وراء يسوع المسيح ومنحطها إحنا على الجنب. ما يعني بقدر أنا أمسكها كنت دغري أحطها هيك قدام، لا، أنا في عندي هون احترام للقدسات، في عنا احترام. فإحنا العذراء هي بتمشي من وراء يسوع المسيح من الخلف، وبتقعد وين؟ جنب، وبتقعد حده، هي مش قدامه. هو مش بس هيك، دائما الحمل الوسطاني هو بيكون أعلى شقفة قداسي موجودة عصانية، والباقي كله صغير، حد صغير. ليش؟ لأنه هو يسوع المسيح، هو الملك. أوكي؟ لما نيجي نحط هاي هون شو بنقول؟ وقامت الملكة عن يمينك متشحة ومزينة بثوب مذهب. كمان هاي عبارة عن نبوءة من العهد القديم، أن الملكة تجلس عن يمين الملك. إذا إحنا بشفاعات العذراء منقدم الذبيحة تبعتنا، أوكي؟ بعدين بنبدأ في عنا هون 9 مثلثات، شايفينهم؟ 9 مثلثات هون عنا بالقداسي. هدول 9، هدول إحنا من قصة واحدة واحدة من قصها طبعاً. شايفين إحنا نقولكوا جيبوا القداس الصبح بكير على 8 عشان نلحق بالضبط نجهز كل مرحلة تهيئة القرابين. اسمع، هذا بجيب هاي. لا، هاي أنا بجيبها. هلا أنتوا بتشوفوا اللي بس مرسوم اللي بجيبوها. بس أنتوا اللي بتجيبوه أنتوا إسا بنشوف كيف بنستعمل. هاي طبعا من جزئين هيك إحنا لا. كيف بنجيب؟ أقساط. جيب البقية. إحنا زمان كنا دول كانوا قلنا 4 دبيح. أوكي. هون عشان الصليب ما نعرفش. طيب. هيك إحنا نسمع شوي بس. إحنا جزأنا. لإكرام الأذكار رئيسيته. جزأنا التسعة هدول، بنبدأ في واحدة واحدة. هدول كلهن التسع المثلثات بمثلوا كل القديسين والأنبياء من آدم وحواء لحد اليوم، لحد آخر قديس اعترف فيه في الكنيسة الأرثوذكسية. أوكي؟ كلهن إحنا بنحطهن بمثلين بالتسع أجزاء. أول جزء إحنا بنقول لإكرام وتذكار رئيسي الملائكة، طغمات الملائكة ميخائيل وجبرائيل وجميع القوات السماوية. ليش نبلش إحنا بالملائكة؟ إنهم يسبحون الرب في الأعالي. غير هيك، البشارة تمت في مين؟ بالملائكة. بشارة العذراء في الملائكة. بشارة النسوة بقيامة يسوع المسيح مين؟ بالملائكة. بشارة زخريا في الهيكل بولادة يوحنا المعمدان بمين؟ بالملائكة. إذن الملائكة وش بس هيك، وكل إنسان في له الملاك الحارس تبعه. أوكي؟ أيها الملاك الملازم نفس الشقية، هاي منرددها بصلاة النوم الكبرى. فالملائكة بالنسبة إلنا هن الطغمات يلي أول شيء منحط إحنا جنب مين؟ جنب يسوع المسيح. هدول كل الموجودين وين؟ بالسماء. كل هنا دول وين؟ إحنا بنقول بالسماء. بعدين نعم؟ إلا هاي من هاي الألف باء تبعت القداس الإلهي طبعا، كل الكهنة بتعملها.
بعدين نبدا نذكر في المثلث الثاني الانبياء اللي هن ما قبل التجسد. نبدا اول واحد يوحنا المعمدان، وقلنا دور يوحنا المعمدان احنا بعمليه الخلاص، وهو السابق ليسوع المسيح، هو العظيم من بين مواليد النساء، حكينا عنه لما شرحنا عن الايقونه. اذا والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والانبياء القديسين المجيدين موسى واخوه هارون وإليا وأليشا وداود ويسا والفتية الثلاثة القديسين، هدول اللي قعدوا في بالأتون النار، ودانيال النبي وسائر الأنبياء القديسين. هون أنت هون الكاهن بيقدر كمان يذكر أنبياء تاني، أوكي؟ يعني ممكن كاهن عنده اسم زكريا، اسمه زكريا بالكهنوت، بيقدر يكون حط اسم زكريا. اي نبي اللي بخطر على باله وحابب يضيفه يضيفه، احنا مش مقيدين بالنص هون. وسائر احنا بالضبط، احنا بعطونا هون الانبياء المهمين في العهد القديم، بس احنا بنقدر نذكر كافه الانبياء، كل كاهن حسب طاقته بشغل الذبيحه. اذا احنا صرنا بالمثلث الثاني. المثلث الثالث بنبدا بمين؟ بالرسل. بعد التجسد تلاميذ يسوع المسيح والرسل يلي كانوا مع يسوع المسيح والقديسين المجيدين والقديسين المجيدين المشرفين الرسل الكلي مديحه منهم بطرس وبولس والاثني عشر والسبعين رسولا. بعدين بنذكر الرسول يلي اسس الكنيسه يلي احنا موجودين فيها. هلا هاي القطعه كمان بتتغير من كنيسه لكنيسه، في مصر بذكروا مرقس، في أنطاكيا بولس وبطرس، في القسطنطينية بذكر دراوس. إحنا هون نذكر يعقوب أخو الرب، أول رؤساء أساقفة أورشليم وسائر القديسين، الرسل القديسين. طبعا برضو بقدر واحد يذكر كل الرسل اللي حافظينه، لوقا ويوحنا ومتى وتيموتاوس وبرثلماس، بقدر يذكرهن كلهن. كمان مرة كل كاهن هون وحسب الجزء الرابع نذكر فيه أباء القديسين معلمين المسكونة رؤساء الكهنة، هدول يلي أسسوا الإيمان المقدس، يلي كتبوا الإيمان، يلي حددوا الإيمان في المجامع المسكونية، وأغلبهم كانوا من رؤساء الكهنة، يعني كانوا أساقفة، وهن كتبوا القداس الإلهي. منهم باسيليوس الكبير وغيغوريوس اليهودي ويوحنا الذهبي الفم، أثناسيوس يلي كتب الجزء الأول من دستور الإمام، وكيرلس عمود الدين كمان كان بالإسكندرية، ويوحنا الرحيم بطريرك الإسكندرية، نيكولاوس يلي كان بالمجمع المسكون الأول، كان يعمل كمان عجائب. أسقف هون أنا زدت كمان نكتاريوس لأنه اسمي، فهون كل واحد بيزيد طبعا لأنه هو كمان رئيس كهنة، أوكي؟ فهون كمان كل كاهن يلي ماخذ اسم رئيس كهني بزيد اسم الرئيس الكهني تبعي. فاحنا هون بنحط الجزء ده نزتمه منين؟ لا أربعة احنا الرابع. فاحنا هون بهاي الحالة احنا عم نذكر كل القديسين، كل الشركة تبعت المؤمنين يلي موجودين في السماء، واحنا عم نهيئن وين؟ على الأرض. عشان يكون القداس الإلهي والمائد المقدس والصلية هي عملية وصل بين السماء وبين الأرض. الجزء الخامس نذكر فيه الشهداء. الشهداء لأن إحنا قلنا أنبياء ملائكة، أنبياء برسل، رؤساء أساقفة، إسه عنا الشهداء اللي هن نبلش. أول الشهداء استيفانوس رئيس الشمامس، والشهداء العظماء المجيدين جواريوس دارس الظفر، وديمتريوس مفيد الطيب يلي موجود بتسالونيكي، وديودوروس التيروني، ديودوروس قائد الجيش، وسائر الشهداء والشهيدات القديسين. كمان هون قلنا بيقدر الكاهن يزيد ويذكر شهداء اكثر، كل شهيد بيعرفه الكاهن ممكن يحط. بعدين بنيجي للرهبان المتوشحين بالله، نحط الجزء السادس، هن الرهبان يلي عاشوا بالسير النسكي في الأديرة، ومن الرهبان الكبار عندنا اللي أسسوا الحياة الرهبانية أنطونيوس الكبير، أفثيميوس وبائيسيوس وسابا
الموجود عندنا في هون، وأنافوروس وبطرس وأثناسيوس الذين كانا في الجبل المقدس، وسائر الأبرار والبرات المقدسين الذين نبغوا منذ الدهر زاهدين بالنسك. إذا نذكر إحنا بهذه الحالة كل الطغمات الرهبانية، كل القديسين الرهبان، إحنا أخذنا مقتطفات من القديسين العظماء أوكي اللي أسسوا الرهبني، طبعاً إن كان في فلسطين، إن كان بمصر، إن كان بالجبل المقدس قادس، ونقدر نذكر كل الرهبان والراهبات. الجزء اللي بعده إحنا بنحطه هون طبعاً الصانعي العجائب اللي بيعمل العجائب، والماقتي الفضة يعني الأطباء، كان في عنا قديسين أطباء كانوا يشفوا، وبالفعل هني كانوا أطباء بالمهنة تبعتهم كمان. منهم قوزما وديميانوس وكيريلوس ويوحنا وبندليموس الملاوس وسائر الماقتين وماقتات الفضة القديسين. إذن إحنا ذكرنا تقريباً بهذه الحالة أغلب القديسين الموجودين عايشين معنا بالسماء، من الأنبياء، من الملائكة والأنبياء والرسل ورؤساء الكهنة والشهداء والمسار والصانعي العجائب. وبالأخير أو ما قبل الأخير إحنا بنذكر جدي المسيح الإلهي وكيم وحنا، أوكي؟ هذول مهمين، هذول جابوا العذراء، صح؟ والقديس يوسف الخطيب يلي حافظ على بتولية العذراء واللي ربى في قسم من الزمان يسوع المسيح، وسمعان الشيخ القابل الإله يلي مسك يسوع المسيح على إيه؟ على الذراعين. والقديس فلان الذي نقيم تذكاره الآن، هم نذكر اسم القديس، كل أحد له قديس، كل قداس إلهي في له قديس، وجميع القديسين. والجزء الأخير بيكون لصاحب القداس الإلهي وأبينا الجيل في القديسين يوحنا الذهبي الفارس أساقفة القسطنطينية كاتب هذه الخدمة الشريفة، يا قديس الله تشفع بنا. إذا أنا بحكي على قداس باسيليوس الكبير في أحد الصوم بذكر اسم باسيليوس الكبير. هيك إحنا رتبنا بجزء الأول الصنيعي. نيجي بعدين للقسم الثاني. القسم الثاني هي أنا بدي أذكر غير هالقديسين هدول اللي عايشين بالسماء، طب في ناس عايشة على الأرض بعدها. إذا نبدأ أول إشي إحنا بذكر البطريرك أو المطران يلي مسؤول عن الأبرشين تبعتنا بهاي الحالة. إحنا فيش عنا مطران، إذا مباشرة إحنا بنذكر اسم البطريرك، نأخذ مثلث بهذا الشكل، مثلث صغير، ومنحط الأجزاء هاي كلها إسا وين؟ قدام الحمل، قدام. ليش قدام؟ كله مثلث كبير. ليش قدام؟ لأنه بالضبط، لأنه هن قدام المسيح وهن بتقدسوا مع يسوع المسيح، وهاي بيجي هون دور الأحياء والأموات وأهميتهم في ذكر، نذكر ذكر الأحياء والأموات الأصح هو نذكرهم إحنا في الصنية هون في هاي، هن أفضل من ذكرهم بالدورة هاي، الدورة بس عشان أنتوا تسمعوا. ذكرهم الصحيح إحنا بنذكره الصبح لما نهيئ الذبيحة، بينما الدورة لأنه الناس ما بتكون موجود الصبح وحابة تسمع أو مين قدم هالقداس، فإحنا بنذكرهن، بس الذكر تبعهن بتم هون بالضبط، بتم هوني. بس بتشوفوا كمان إذا نذكر إحنا البطرك، الكاهن بيذكر كمان أسطوفين مهمين بالنسبة له، اللي عملوا شماس، رسموا شماس، واللي رسموا خوري كاهن، لا ممكن يكون نفسه، ممكن يكون اثنين مختلفات. بالحالة تبت أنا عندي اثنين، إذا أنا بذكر مثلاً المطران يواكيم اللي رسمني شماس وحط له مثلث، والمطران مثلاً كرياكوس يلي رسمني كاهن وبحط له هون كمان مثلث. هذول أنا يلا إسا إسا هو البال إسا نأخذ واحدة من القداسات يلا إسا إذا منأخذ الجزء من الأجزاء اللي قسمناها منبلش فيها عملية الذكر. أول شيء منبدأ طبعاً أنا عاي هون الحرب الصغيرة تبعت النحر، إخوتنا منبلش أذكر أيها يا رب إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة والشمامسة والطغمات الكهنوتية المتوحدين توحدات دعوتهم لشركتك بتحننك أيها السيد بكلي صلاحه. هون الكاهن يذكر كل أباء الكهنية اللي بيعرفهن. إحنا غالباً عندنا هون متعودين نذكر كهنة الأبرشية عكا،
نبدأ برئيس الأبرشية في عكا، أوكي، مع كل الكهنة اللي موجودين عندنا بالمنطقة، وأيك حكاية خور اللي عنده كهنة أصحاب له حابب يذكرهن كمان بعطيهن أجزاء. هاي الأجزاء الصغيرة اللي أنا منحن عملية النحت إحنا اللي منحطها. بعدين باخذ ورقة الأسماء. قبل الأسماء جميع المسيحيين حسني العبادة، زوار القبر المقدس، ووكلائه والمحسنين إليه، والموجودين في هذه الكنيسة، والذين يتعبون ويرتلون فيها، والقائمون على خدمتها ومجلس رعيتها، كلهم بحط وين؟ بحط إذا أنا ذكرت وين؟ بس مذكورين كمان مرة وين؟ بالدورة، أوكي؟ مذكورين بالدورة، بس الذكر تبعاً بيتم وين؟ بيتم هون. هون إحنا بنذكر كل إنسان بيخطر على بال الكاهن بيشتغل بالكنيسة، كل واحد باسمه، حتى لو مش مقدم قداس، حتى لو مش مقدم قداس إحنا بنذكره هون، لأنه هو عم بتعب، عم بيرتل، عم بخدم، عم بنظف، عم بعمل، عم بقيم، عم بحط، عم بتعب بالكنيسة، إن أنا مشفوض أذكره عشان يأخذ نعمة الروح القدس. بعدين بنبلش بقراءة مين؟ الأحياء حسب الورقة. طبعاً الكاهن قبل ما يبدأ بالورقة بذكر الأحياء تبعونه يلي هي عيلته، أهل بيته، عيلته، أصحابه، أقرباؤه، المعارفه، كلهم بذكرهم وبحط لهم الأجزاء تبعتهم هون. بعدين بذكر الأحياء يلي تقدمت القرابين على اسمهم بالضبط. الأحياء بعد ما يخلص الأحياء بقلب هاي هيك، أو في طبعاً مفعل يعمل بالعكس، نعمل كمان إشارة صليب إذا سهل عنا، أو بالجهة الثانية نبدأ نذكر الراقدين على رجاء القيام. انتبهوا منيح، الأحياء والراقدين كلهم مع بعض بالنسبة لنا، إنه فيش عنا موت في المسيح، إحنا أحياء هن أحياء بس هن مش موجودين معانا وإحنا مع بعض، فإحنا بنذكر كلهم بيكونوا مع بعض هون. بعدين نبدأ وأيضاً نطلع أجل مطوبين الذكر الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة من الملوك مثلاً، بعدين الحسنية العبادة، البطاركة، رؤساء الكهنة، الكهنة الشمامس، المتوحدين، المتوحدات، وجميع الذين رقدوا في شركتك أيها المحب البشر على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين مع عبيد الله. ببلش الكاهن يذكر الأموات الراقدين من الخصوب الأول، أوكي، لأنه حافظهم بيكون. بعدين بأخذ الورقة وبذكر الراقدين يلي قدمت القرابين على اسمهن. هون بتم ذكرهن. إذا كل حبة صغيرة من هاي هي بالنسبة لنا ذكر لاسم معين. بعد ما يخلص الكاهن ذكر بياخذ النحت تبعه وبيحطهم كلهن قدام الحمل، وبكونوا ملاصقين لمين؟ للحمل، عشان لما يتم حلول الروح القدس. وين بيتم حلول الروح القدس؟ مش على هدول بس، على هذا بيتم الحمل بس. هدول اللي حواليه من المؤمنين الراقدين والأحياء مالهم بتقدسوا بمين؟ بيسوع المسيح اللي هو الحمل. هون بتيجي أهمية ذكر الراقدين والأحياء وقت الاستحارة. مش بس هيك، وهاي الفتافيت اللي انتو شايفينها هون مع الحمل كلهم بالآخر بعد الاستحالة قبل المناولة بنحطوا الكاس. يعني الأحياء والأموات أخذوا الروح القدس من الحمل، تقدس من الحمل، وايضا بعدين من مين؟ من دم يسوع المسيح لمغفره الخطايا. فاحنا بعدين بنكفتهن وبنقول لمغفره الخطايا بصيروا وحده، بس احنا ما بنناول منهن، المناوله بتتم فقط من هذا الجزء، عشان هيك احنا بنعمله كبير وواضح. طب وهذاك شو بصير فيه؟ ما انت بتحطه بالكاس، بس بناول ما بعطيكيش منه، بكون يعني موجود، هو موجود، بس الكاهن بيميز، الكاهن مهم القطعة الكبيرة بميز. أنا بالمعلقة لما فتح إحنا بالصينية بالمعلقة أنا بصير أخذ أجزاء من هذا الكبير من الحمل، ما بأخذ أنا من المثلثات ولا من هذا اللي هون، لأنه هدول مش يسوع المسيح. يسوع المسيح وين؟ هو بالحمل. إذا يسوع المسيح هو موجود. اسمع ليش أول ما بشوفك اسمها بالنص هاي، بعدين هاي بنجيها لما أسمان هاي القدسات والقدسين، هاي بنشرحها وقت القداس الإلهي، عشان هيك احنا اعطيناها إشارة صليب عشان تكون سهل عملية الاسم تبعتها. أبونا بارش بأس على الأحياء والأموات الأمام يسوع، هذول اللي بيحل علينا الروح القدس، الروح القدس بيحل على الحمل، على بس هن بيتقدسوا من الحمل، بيتقدسوا من هون، هن عليهم هذول هن السماء الثاني بالضبط. هن والطوائف
فيش عنده ما بدنا نحكي احنا حكينا عنها انت كنت غايبه من نعيم كنت غايبه البدعه بايش اخر الكهن بخلصه لايش كله بخلصه بنظف كله 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 بس لازم يرجع نظيف بالنسبه للقداس بس نسمع بعض بالنسبه طبعا احنا كل خميس العظيم كل خميس عظيم طبعا نعمل حمله او وقت الاحد الصوم احد الصوم احنا بنعمل حملين بنحط الاثنين فوق بعض واحد من ناوي من الناس والثاني من شيء من أسمه الأقسام صغيرة صغيرة جدا من حلقه شوي عشان ما يعفنش ومنشيله في بيت القربان في وسط الماء دي فالماء دي فيها جسد يسوع المسيح القنديل دائما بضل مدبي قدامها قبل ما تطهش القنديل لحد ما يدخل الحال معلش هذا القداس الأخير مبرودة وسيف إذا شو تشرح كل شيء نعمل نعم بعد طيب بعد ما خلصنا طبعا كل المحفل هات نقول المؤمنين يلي هن موجودين في السماء والموجودين على الأرض نبدأ بعملية التغطية أو القسم الثاني من القداس هذه الحالة إحنا منجيب المبخرة ونبدأ بعملية طبعا بسينا شغلة الكاهن الذي يذكر حاله كمان فهون في أنا طبعاً بأخذ جزء صغير وبقول أذكرني يا رب أنا عبدك الخاطئ غير المستحق واصلح لي كل ذنوب الطوعية والكرهية بأخذ كمان شقف صغير وبحطها هون بجيب البخور نجيب المبخرة تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آن دهر الداهرين أمين هون بنبدأ في قطعة صغيرة يلي إحنا بنقولها دايماً لما الكاهن بمسك المبخرة بيقول قطعة بخورا نقدم لك أيها المسيح إلهنا رائحة طيب زكي روحي نستبدلها هاي إحنا بذبائح المحرقات تبعت اليهود يلي كان يصعد منن إيش دخان الحمل فإحنا بالنسبة لنا رائحة طيب وذكرنا وقلنا ونيجي منتوسع فيها أكثر موضوع المبخرة بالقداس الإلهي إنه البخور هو عبارة عن صلوات القديسين فاقبله على مذبحك السماوي يقبل طلباتنا صلواتنا ويرسل لنا عوضا منه نعمة الروح الكلي القدس طبعا بيكون خادم الهيكل واقف حدي هون ماسك المبخرة ببدأ أنا بالنج هذا اسمه احنا سميناه النج لأنه احنا قلنا هاي تكمز لمغارة الميلاد كمان ها فاحنا طبعا بنحطها عليها شوية بخور بباركها الخوري ببوسها وجاء النج ووقف في الوسط في الموضع الذي به الصبي بالضبط النجم واقف وين فوق يسوع المسيح اوكي اذا النجم اجى فوق يسوع المسيح بعدين بنبدا بعمليه الاغطيه يلي عندنا هون نبدا بالغطاء الاول الرب قد ملك والجمال اللبس لبس الرب القوة وتمنطق بها احنا بعملية وين صرنا هون من ناحية الحياة يسوع المسيح يسوع المسيح موجود على الصليب طعن جنبه بحربة خرج دم وماء بهاي الحالة احنا نعترف انه يسوع المسيح اصبح الرب هو الملك لانه بهاي الحالة لما الروح المتحد باللاهوت نزلت الى الجحيم لم يستطع إبليس القبض على هاي الروح فسحق إبليس فإحنا هون منقر ومنعترف أن الرب قد ملك ملك على إيش؟ على حياتنا ملك على الأحياء ملك على الراقدين ملك على الجحيم ملك في السماوات لبس الرب القوة وتمنطق بها قلنا التمنطقة هذا من الزنار اللي شرحناها هذيك المرة تمنطقة بالقدرة إذن هو رب القدير الرب صانع العجائب إذا بنمسك هاي طبعا منباركها ومنسكر فيها الغطاء الأول ميجي بعدين للغطاء الثاني إلى الرب نطلب يا رب ارحم غطت فضيلتك السماوات أيها المسيح والأرض امتلأت من تسبيحك وهذا احنا بنشوفه في يوم العنصرة شو صار عندنا بالعنصرة البشارة لوين وصلت
وصلت للمسكونة كلها. في يوم العنصر نفسه ما حطب بأم بطرس الرسول الوعظة تبعته آلاف من الناس اتعمدت. إذن فضيلة يسوع المسيح، نعمة يسوع المسيح هي غطت إيش؟ السماء، مش بس السماء، والأرض كمان امتلأت من تسبيحته. أوكي؟ ومنتذكر كمان تسبيح الملائكة وقت عيد الميلاد. شو قالوا الملائكة؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. إذن في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. إذن إحنا منغطي الكاس، إحنا غطينا الصينية، غطينا الكاس، بعدين منيجي للستر، هذا منسميه إحنا الستر الكبير. أسطرنا يا رب بستر جناحك، بما أنه هذا ستر جبنا الآية من المزامير، هون فيه كمان إشارة صليب، من بارك إحنا إشارة الصليب. أسطرنا يا رب بستر جناحي واطرد عننا كل عدو ومحارب، وامنح السلام لحياتنا، وارحمنا وارحم عالمك، وخلص نفوسنا بما أنك صالح ومحب للبشر. إذا أسطرنا ستر جناحي واطرد عننا كل عدو ومحارب، يعني نحن نحكي عن مين؟ عن الشياطين بالضبط. وامنح السلام لحياتنا. إذا شفتوا كل الموضوع تبعنا هو إنه إحنا بالآخر نأخذ نعمة الله، نأخذ السلام لحياتنا. أوكي؟ تبارك إله، طبعا هون أنا بنمسك المبخرة ونبخر القدسات ثلاث مرات. تبارك إلهنا الذي هكذا ارتضى فالمجد لك. تنسوش كمان إحنا إنه يسوع المسيح استعمل الصينية والكاس بشكل فعلي ورمزي. بشكل رمزي استعمل الكاس لما هو بستان الجسمانية، شو قال؟ إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس. إذا الكأس المقصود فيها كأس الهلاك، كأس الموت، إذا في كلمة كأس. والصينية طبعا في وقت سجل الشكر نفسه أخذ الخبز من الصينية، كسر الخبز وأعطى التلاميذ، وكمان استعمل الكأس اللي هو الدم. إذا هدول الأواني المقدسة استعمالهن من يسوع المسيح نفسه. إذا على تقدمة هذه القرابين المكرمة إلى الرب نطلب. هون الكاهن بيقول الإفشين الصغير يلي بطلب من ربنا يسوع المسيح يقبل هاي الذبيحة. إذا شو بقول؟ يا الله إلهنا، يا من أرسل يسوع المسيح ربنا وإلهنا الخبز السماوي، شو الخبز النازل من السماء، وغذاء العالم كله، مخلصا وفاديا ومحسنا ومباركا إيانا ومقضيا لنا، أنت بارك هذه التقدمة. أوكي؟ واقبلها على مذبحك السماوي بما أنك صالح ومحب للبشر. تبقوا منيح. فاذكر الذين قدموها وقدمت لأجلهم. إذن بالإضافة أنه أنا عم ذكرت الأحياء والأموات، بذكر كمان أنه بطلب كمان مرة من ربنا أنه هدول الناس اللي قدمت القرابين من أجل اللي قدموها واللي قدمت من أجلي، يعني ممكن أنت تجيب لي قداسي أوكي بس ما كاتب عليها أسماء لناس تاني، بس أنت جبتها. إذن أنت والناس اللي أنت بدك تقدم علشان هذا القداس. واحفظنا نحن الأحياء بلا دينونة في خدمة أسرارك الإلهية. أسرار الإلهية مقصود فيها سر الشكر، يعني القداس الإلهي، نحن نكون غير مدانين. يعني اللي بيصيرش الكاهن هون يبدأ يدين الناس إيه لإيش قدم هذا ومين هذا، هو مستحق أنا هقدم له يعني القداس باسمه؟ طب ما هو خاطئ. وهون لسه النقطة المهمة اللي بيقولوا عنها الآباء القديسين، بقول طب بكي من الأحياء والأموات اللي أنتوا أعطيتوها للكاهن، في إنسان اللي عن جد هو يعني أو من الراقدين خاطئ ومات هو بالخطيئة. أوكي؟ هلا هون شو إحنا بنقول؟ بنقول إنه الكل بتقدسوا بيسوع المسيح، صحيح؟ بس هذا الإنسان يلي رقد بدون توبة وكان بعيد عن ربنا شيل وعايش بالخطيئة، بتصير له هاي دينونة للقدسات. مزبوط إحنا نطلب له الرحمة، بس هو عم بيتحد بالنار واللاهوت، وهون هو ما بيقدر يتحد. نفس الشيء الأحياء طبعاً بضل الأحياء أهون لأنه عندهم فرصة للتوبة، في أمل للتوبة عندهم، بس المشكلة الراقدين. بس إحنا منقول إنه نجيب أسماء الراقدين كتير مهم، مذكورهن دائماً. أوكي؟
بس نتأمل إنه هذول قاعدين إنه إحنا بنطلب المغفر لإلهم كمان وقت الجناز وقت الإطباءات والذكرانيات، نطلب من ربنا يعطيهن السلام والرحمة. الدينونة هي ليسوع المسيح، إحنا بنطلب والديان هو يسوع المسيح، هذا اللي إحنا منه. بس ربنا رحيم وغفور وكل شيء، يعني هو رحيم وغفور. بس الإنسان تذكر قصة لعازر الغني والغني، قال لي ابعت حدا لعند إخوته، قال لي عندهم الكتب، عندهم موسى والأنبياء. هاي هي المهم. بالنسبة لتذكير الذبيحة، أنا حضرت يعني لأني بخدم بالهيكل معقولي من الصبح، إخواني تذكر الذبيحة الصبح بكير فنامي 8:30 رأساً بتذكر، أو بتأجلها، في ناس بتأجلها لبعد نص صلاة الصبح. هاي مش بنفع كمان تذكير القرابين بالآخر، كمان إذا عندك مطران تذكر القرابين قبل الدورة الثانية، القبران بسكر القرابين، في مرات تسكر على المجدلية، مرات تسكر قبل. هذا تخطير بالقداس نفسه، لما تقول الكنيكون بعد نقول القدسات والقدسين. طيب طبعا بعد ما الكاهن يختم ويقول هاي الصلاة ويطلب الاسم اللي قدمت من أجلهم، طبعا بيختم الصلاة، وأهم إشي بتم عملية تقبيل الكاس والصنية والمذبح، وبقول هاي مهمة من ناحية لاهوتية: قدوس الله الآب الذي لا بدء له، قدوس القوي الابن المساوي له بالأزلية، قدوس الذي لا يموت الروح الكلي قدسه، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. بعدين في ثلاث طروبريات بمسك المبخرة، عشان هيك إحنا بنستنى مرات للمجدلية الكبرى لما نبخر، منسكر الغطاء ومنبخر المائد ومنبخر الشعب، بتكون في خلال المجدلية. بنقول ثلاث طروبريات كمان مهمة: لقد كنت في القبر في الجسد، وفي الجحيم بالنفس كإله، وفي الفردوس مع اللص، وعلى العرش مع الآب والروح مالئا الكل. هاي بنفس اللحظة، تبقوا منين؟ في القبر وبالجحيم وبالفردوس وعلى عرش الله، هو أيها المسيح الغير الموصوف. إذا بآن واحد كان إيش؟ مالئ الكل. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح، إن قبرك الذي هو ينبوع قيامتنا والمانح الحياة قد ظهر بالحقيقة أبهى من الفردوس وأجمل من كل خدر ملوكي. لأنه شو صار بالقبر؟ حصلت إيش؟ القيامة. حصل عندنا النور يلي أفاض القبر، والنور يلي دحرج القبر. إذن القبر صار بالنسبة إلنا هو زي الفردوس، عشان إحنا بعدنا منحافظ على القبر المقدس. في كتير جماعات مسيحية بالنسبة إلهن هذا القبر فارغ، فيش إله ولا أي أهمية بعد. بالنسبة إلنا هو القبر المقدس القابل للحياة، يلي فيه تم عملية القيامة، لأنه هو الرمز لهون الأبهى من الفردوس، هو أبهى من الفردوس. بعدين نيجي للعذراء: السلام عليك يا مسكن العلي الإلهي المقدس، لأنه بك يا والدة الإله منح الفرح للهاتفين، مباركة أنت بالنساء أيتها السيدة البريئة من كل عيب. نطلب إحنا شفاعات العذراء. إذن بهاي الحالة إحنا بنكون خلصنا وأنهينا الخدمة يلي بيعملها الكاهن تقريبا لحاله هيك. بس ستكون بهاي الخدمة الكاهن بذكر كل أهل الشرق. فلك هاي من أقدس الخدم، من أهم المقاطع يلي تسبق القداس الإلهي. هيك إحنا نذكر الأحياء، نذكر الراقدين، نذكر الكنيسة، نذكر الشعب، أهل البلد، كل إنسان بخطر على بالنا منحطه قدام الحمل على هاي الصفحة.